حميد ازيك؟ اه تمام. اه بقول لك ايه؟ لا كله تمام كله تمام. اسمع بس، فاكر الرحله بتاعت روسيا بتاعت زمان دي؟ ايوه، مش انت كنت واخد صور كتيره ليها؟ طب ممكن تبعت لي شويه منهم على الايميل؟ على فيسبوك عندك؟ طيب ماشي انا هشوفهم. ها شكرا. موضوع مهم جدا. طيب يلا. وانت شفتي بقى لي اختي يا ألفز ولا ده بس سامعي؟ تخفي عجبك؟ طب والله فكره حلوه، نطلع الصبح بدري نشم هوا البحر، بس اهم حاجه بس تكون الشمس طالعه بكره. الجو النهارده كان حلو قوي، ان شاء الله بكره كمان. ومين طالع معانا؟ مفيش، شريف ووفاء وانتي والولاد وفاضل بيه كمان. فاضل بيه مين؟ فاضل بيه صاحب معتز، هو اللي اشترى له اليخت وكان موجود يوم حفل الشهير بيه. اه شفته بس معرفوش. داكا ابيانتو. باي باي حبيبتي باي. غريبة أوي. هو إيه الغريب؟ دكتور عمر بكلمه النهاردة طول النهار وتليفونه على طول خارج نطاق الخدمة. تلاقيه مشغول وقفله. يمكن. أنا مش فاهمة التوتر اللي أنت فيه ده لازمته إيه يعني؟ يعني أنت شايفة إن دي حاجة لطيفة جدا بالنسبة لنا ومش هتعمل لنا مشاكل؟ مشاكل ايه؟ انا مش فاهمه. ان واحد زي ده يبقى رقيب في دماغنا يقول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه، والكلام علينا من جهه سياديه، يعني امن. يا سلام، وانت من امتى يعني بتكره الامن؟ ما طول عمرهم حبايبك وطول عمرهم راكبين فوق دماغنا في الشغل، على الاقل الراجل ده شكله بيفهم وبيقول كلام موزون. يا حبيبتي انت مش عايز تفهمي ليه؟ الراجل ده مش جاي علينا رقيب، يقول لنا نجيب مين ولا ما نجيبش مين ولا حتى لما نطلع نقول ايه، الراجل ده جاي علينا رئيس، جاي يشغلنا. ايه المشكله يعني؟ مشاهير بيه هو صاحب القناه ومن حقه يختار السوبرفايزر اللي هو شايفه. وبعدين انت بتقول فاضل ده جاي من جهه سياديه، فانا شايفه انه الجيل اللي حاصل انه شهير بيه يفتح القناه تحت اشراف الجهه السياديه دي، وساعتها بقى دي حاجه ما تزعلش، بالعكس دي مصلحه لينا. بصي انا مش بالع الراجل ده من اول يوم شفته فيه، فما تحاوليش تقنعيني. يو بقى تبلعه ولا ما تبلعوش دي مشكلتك وحاول تحلها مع نفسك، المهم ان احنا لازم نتعاون معاه، والعنجهيه بتاعتك دي شكلها كده هتضيع مننا الشغلانه. نهار اسود. قتيل قتيل يا جدعان. صباح الخير يا نبيل. اهلا. في ايه؟ جرالك ايه من امبارح؟ وايه اللي مخليك مصربعني عايز تشوفني من نجمه؟ قولي لي الاول انت تعرفي فاضل ده منين؟ والله العظيم. وانت مالك يا رانيا؟ انا بتكلم بجد ارجوكي. وانت شايفني بهرج؟ ما انا بتكلم بجد. انت مالك فعلا؟ بعدين ما انا قلت لك انا اتعرفت عليه هنا. ما تنطق يا نبيل، قول لي في ايه. فاكره الفيلم رايح المانيا وراجع تاني؟ اه فاكره الفيلم ده بتاع اسماء ماله. ايوه احنا صورنا الفيلم ده من 10 سنين تقريبا، ايامها انا ما كنتش بنتج لوحدي، كنت شركه انا وصحفيان وجوهري، ولما كنا عايزين نصور فيلم في المانيا قعدنا نعمل ميزانيه فلقينا التكاليف ممكن تكون غاليه شويه يعني، فقررنا نصوره في روسيا. قلنا كده كده محدش هياخد باله،
عرفنا بقى انه في روسيا في شركه كده بتقدم خدمات سينمائيه للناس اللي بتروح تصور هناك، فيها عرب وفيها مصريين وعندهم كمان مندوبين هنا في مصر. رحنا قابلنا الناس دي هنا في مصر واتفقنا معهم على الخدمات، بس لما وصلنا هناك اكتشفنا مصيبه كبيره. مصيبه ايه؟ انت بتقول ايه يا نبيل؟ انا مش فاهمه ولا كلمه. اكتشفنا بقى يا ستي ان احنا في وسط عصابه مافيا روسي، ومش عايز اقول لك ان هم قشطونا وبس، دول كمان خطفوا اسماء وطلبوا بدلها فديه. طبعا الخبر ده لا اتذاع ولا حد يعرف عنه اي حاجه عشان الفيلم ما يبوظش يعني، انما احنا خرجنا من الموقف ده بطلوع الروح. طيب ماشي، فاضل علاقته ايه بقى بالموضوع ده؟ اهو فاضل ده بالذات بقى هو الراجل اللي كان ماسك الشركه دي، هو الراجل اللي نصب علينا في القاهره، هو نفس الراجل لما رحنا روسيا قابلناه هناك، بس هو هناك كان زعيم العصابه، ولا كان اسمه فاضل ولا كمان شكله كان كده. بصي دي صورة لينا معاه لما وصلنا موسكو، بص كويس. بس الصورة دي مش واضحة خالص، انت اتأكدت ازاي ان هو؟ مش بس شكله، دي كمان طريقته في الكلام، حركة ايديه، بصي بصت عينيه في الصورة، بصي له كويس. انت عارفة بقى مين ممكن يجيب لنا الخبر المفيد في الموضوع ده؟ البنت أسماء، هي اتخطفت وقعدت تراهين عندهم كتير وأكيد حافظاها صم. احنا ممكن نبعت نجيبها دلوقتي، بس على شرط لو الراجل اللي احنا بنتكلم عليه ده هو نفسه فاضل، عايزين نخلص منه فورا. لا حول الله قلت اسم الأمن يا جماعه. This is about thruster, and you know this. We have a two propeller forward, one propeller forward, one propeller. This one forward? No. This I'm talking about this one. Okay. أصل إحنا ما ينفعش نقول له عايزين نحضر روح وخلاص، لازم نقول له عايزين نحضر روح حد معين. إحنا عاوزين أي روح، يعني أي حد كده ينفع نسأله عن المصيبة اللي إحنا فيها دي؟ افرضي إنك أنت حضرت روح حد قال لك لأ دي مش مصيبة ولا حاجة، البلد فعلاً كانت محتاجة ثورة، أنتوا فعلاً محتاجين ديمقراطية. مش مصيبة ازاي يا فاضل بيه؟ دي البلد اتخربت. وبعدين في موضوع الديمقراطية ده هيفضلوا عارفيننا بيه ولا ايه؟ يا ستي وانا قلت لك ان انا مع الثورة، بقول لك افرضي حضرتي روح حد قال لك الكلمتين دول. ما هو مش ممكن أي روح بتفهم ممكن تقول اللي احنا فيه ده مش مصيبة. عظيم، يبقى احنا محتاجين نحضر روح حد بيفهم. طب ثانية واحدة كده هسأل شروت على حاجة واجي. اتفضلي. خلاص يا شيم بجد انا ما بقتش قادرة. خلاص شريف قولي لي اسم وزير اقتصاد. ما مش فاهمه انت عايزه ايه بالظبط. عايزاكي تقولي لي اسم وزير اقتصاد كان بيفهم ومات. ومات؟ اه. اقول لك ايه بقى؟ عندك يا ستي دكتور ابو العيله حسنين الله يرحمه. دكتور ابو العيله حسنين. اوكي ثانك يو. هي مراتك دي حصل في مخها حاجه؟ اكيد، ما دي الاثار الجانبيه للثوره. تلاقيهم بيتكلموا في تحضير الارواح. المهم خلينا في اسامه. قولي بقى يا شريف اعمل ايه معايا؟ بصي انا عارف انه بني ادم مجنون وابصم على كده بالعشره. تمام. بس عارف برضو انه جواه بني ادم طيب، علشان كده بقول نحايله كمان شويه. احايل ايه يا شريف؟ ما انا حايلته 100 مره لغايه ما طلع عينيا. انا عارف. تعرفي اخر مره كنت قاعد معاه والله هددته لدرجه مشينا متخانقين. انا عارف انه انسان غلبان وانا عايز اساعده، عشان كده بقول ناخده للدكتور ونخليه يستمر معاه في المتابعه. احنا فين والدكتور فين؟ وبعدين افرض ما لقيناش ولا دكتور يجي على هنا، هنعمل ايه بقى معاه لغايه ما نرجع مصر؟ نحايله. ناخده بالمسايسه يا شروات، مفيش قدامنا حل تاني. لا يا حبيبي حايل انت، انا خلاص ما بقتش قادره. ده ايه ده؟ حاجه غريبه جدا. رنا؟ رنا؟ يا رنا؟ ايه يا حبيبي؟ شادي مالها؟ متعصبه كده ليه؟ مش عايزه تسمع اي حاجه او تعرف اي حاجه عن اسامه تاني، وانا مش عارف اعمل معاه ايه. بقولك ايه، تعال هفرجك على اليخت بتاع معتز، ابن العفريته طول عمره محظوظ. غريبه قوي. ايه اللي غريب؟ موضوع اسامه، قلت لهم مليون مره علاجه في تمارين التحكم في الغضب، وقلت لهم كمان اقنعوه هاتهولي وانا هعملها له. تمارين التحكم في الغضب.
يا سلام، اهو كده فاضل اخويا 100 100. اطمنت يا سيدي على اليخت وصوته؟ 10 على 10، هنعمل بيه اجدحة فككان. ده الكابتن بيقول لي ممكن نطلع بيه للهند. اي هو ده، انا لو منك بقى تاخد المدام وعلى الهند على الهيمالايا واحلى يوجا. بوس ايدك، اوعى تجيب لها سيره لا تشبط. لا ولا ولا عشان خاطر ما انت عارفها الطبيعه وكلها دماغها. ايه ده؟ ايه اللمه اللي هناك؟ الله الله، وعربيه اسعاف. طيب نروح على المستشفى. انت خد واطلع استناني في الاداره لما اجي لك اعمل المحضر. حاضر يا فندم، تعالى. يلا كل واحد يروح يشوف شغله، اتفضل. هو ايه اللمه اللي كانت هناك دي؟ لا قتيل في الميه. قتيل؟ ايوه. تعالوا يا جماعه نشرب لنا حاجه، يلا تعالوا. يعني انت بلغت مداحش الغردقه ولا لا يا مصطفى؟ مفيش حد هناك؟ طب انا هشوف اوضه المرحوم وعينها بنفسي. خليك انت في المستشفى. سامح بيه قدامي اهو. اقول له اول ما يجي شهير بيه ياخده ويطلع على المستشفى عشان يتعرف على الجثه؟ طب مع السلامه انت. انا عاوز اشوف اوضه المرحوم، مش عاوز مخلوق يخشها الا ما يخلص التحقيق. مفهوم يا فندم. طبعا حاضر مستر ماجد. أمرك. بعد اذنك خد سيادة اللي هو اوضه المرحوم فوق. تحت امرك. اتفضل اتفضل. شهير بيجي عزيز، شد حيلك يا فندم. ازاي ده حصل؟ بقى في حياتك يا فندم. اتفضل يا عمك في المكتب. شد حيلك يا باشا، شد حيلك. انا مش فاهم مات ازاي، نزل عام في غرق. يعوم ايه يا دكتور؟ ده كمه كله هدوم، اكيد حد خده غرقه. يعني اتقتل؟ ايوه. ده خبر، ازاي ده يحصل؟ علمي علمك. بس مين ده اللي عايز يقتل الدكتور عمر؟ صحيح، كان راجل في منتهى الإنسانية، عمره ما عدا حد. يمكن كان عايز يسرقه عشان كده قتله. ولو عايز يسرقه بس، هياخده البحر ليه يغرقه؟ صحيح، مش معقولة برضه. بس إيه اللي حصل يا ربي؟ هات سيجارة، هات. أنت ما عرفتش إزاي ده حصل؟ لسه ما حدش يعرف أي حاجة يا أنكل. أنا أول ما مصطفى بيكلمني رحت مكلم حضرتك على طول، بس هو عايزنا مشوار بايخ شوية. إيه؟ عايزني أروح المستشفى عشان أتعرف على الجثة، بس لو حضرتك مش عايز تروح مفيش مشكلة، أنا ممكن أروح لوحدي. لا لا لا، هروح معاك. يلا بينا. زي ما تحب. يلا. مش قادر أصدق، مش قادر أتصور. عمر وعندي. وفي دكتور عمر الدويني الوزير السابق كان نازل عندنا هنا في الأوتيل، اللي هو مقتول من شوية في المارينا. مقتول؟ هات الكارت. هات هات هات. مدام فيرونيكا. بيه في حياتك. ام سيلفيا فين؟ هي قاعد في الريسبشن مش قادر يستحمل. ايه اللي حصل؟ احنا لسه ما عرفناش اي حاجه يا هان. خلينا طب نمشي دلوقتي من هنا. لا بليز، انا عايزه اشوف. طب تعالي معايا اتفضلي. الاعشاب دي هتريحك على الاخر، بس انت بقى ممكن تهدي وتشربي. مش قادره، مش قادره الفت، مش عايزه حاجه. ممكن تبطلي العياط وتشربي الاعشاب؟ مش قادره يا جماعه. طب حد عرف اللي حصل ده؟ حصل ازاي؟ محدش عارف اي حاجه، بس ما اعتقدش يكون وقع في الميه لوحده، اكيد في حد غرقه. اكيد طبعا، لانه لو كان وقع من نفسه كان طلع. الله يرحمه كان ديسنت قوي. ممكن نبطل عياط؟ طب ممكن مين اللي يكون عمل كده؟ تفتكروا حد من بتوع الثوره؟ طب وهيقتلوه ليه؟ هو اي جنان وخلاص، هما كانوا عملوا الثوره دي ليه اصلا؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا الفت؟ ما هو لو عاوزين يقتلوا كان قتلوا الحبيب العدلي ولا احمد عز ولا الريس نفسه، انما هيقتلوا دكتور عمر ليه؟ طب مين اللي ممكن يكون عمل كده؟ تهيألي مفيش غير احتمال واحد. حاضر حاضر.
ازيك يا كابتن؟ اهلا وسهلا. اتفضل. تشكر. معلش عشان الموضوع هام وعاجل شويه. ينفع تتعب نفسك انت شويه وتيجي معايا؟ خير ان شاء الله. خير. هاخد بس اقوالك في محضر وهتمشي على طول. محضر ايه ده؟ كفالة الشر. انت ما سمعتش عن اللي حصل النهارده الصبح؟ لقوا جثه الدكتور عمر الديواني غرقان عند المارينا. غرقان عند المارينا؟ طب وانا مالي انا ومال الموضوع ده؟ لا مفيش حاجه، احنا بس بناخد اقوال كل الناس اللي تعرفه علشان نقفل المحضر. اه طب لو سمحت بس استناني 5 دقايق اغير واجي معاك. اوكي اتفضل. الأوضة دي ما تتفتحش لحد التحقيق ما يخلص. اطمن سعادتك، ما حدش هيقرب منك. عاوز كشف بأسماء كل نزلاء الفندق. تحت أمر سيادتك، أي أمر تانية؟ لا شكرا. بقال لا يا سيادة اللواء، بقال لا فاضل بيه. ها سعادتك فهمت إيه الحكاية ولا لسه مش مفهومة؟ حكاية بخوم ببعد عنك. لسه ما فيش أي حاجة مفهومة. أيوة أنا مش مفهوم إذا كانت دي حادثة ولا جريمة قتل. الاحتمالات كلها واردة. بس الاحتمال الحادث ده احتمال ضعيف شوية. ازاي يعني؟ ايه اللي يخلي واحد عايز يقتل الدكتور عمر ياخده البحر يغرقه؟ طب ما يضخه في اي حته السلاح مع مراته. ده برضه احتمال وارد. ياما يعني قابلناه في شغلنا. يمكن يكون القاتل قتله في اوضته وقتله في اي حته وخده رماه في البحر وهو ميت. التشريح هيبين ده. بس مش دي المصيبه، المصيبه حاجه تانية خالص. ارجو ان انت تساعدنا يعني في حلها. مصيبه ايه يا باشا؟ مفيش مباحث للتحقيق. ولا في طب شرعي للتشريح زي ما جنابك عارف يعني الداخلية قافلة اليومين دول. لا بس أكيد حد ممكن يجي لنا من الغردقة. مصطفى بيقول لي من ساعة الثورة دي ما قامت هما بيبعتوا لهم مساعد عشان يحقق ويكتب المحضر ويقفله وياخده معاه ويحلني بقى، ما حدش بيسأل عنه خالص. يبقى احنا بقى لازم نتصرف. أنا بقول يعني نعتمد على الدكاترة اللي موجودين في المستشفى هنا. هما يعني يقوموا بالتشريح ويكتبوا التقرير. وان كان على التحريات والتحقيق كده ممكن يقوم بيه مصطفى والرجاله بتوعه، واحنا كمان ممكن نساعدهم. بس برضه هتبقى في مشكله ثانيه. الاجراءات القانونيه. ولازم يكون في بوليس ونيابه او جهه ممكن تملي المكان ده. ما هو لازم تملاه. اكيد هيتملي. انا هراجع الموضوع مع العقيد مصطفى وهرجع لك تاني. ايوه يا كابتن. طيب انا جاي لك على هناك. جاي لك على هناك. مع السلامه. طيب عن اذنك يا باشا. اتفضل يا باشا. ايه يا عمرو؟ ايه؟ عملت لي ايه في اللي انا قلت لك عليه؟ لسه والله راجع حالا من المديريه معايا نتيجه الكشف وكنت هكلمك يا باشا. طيب يعني الكشف ده البيانات دي فيه ايه بالظبط؟ مفيش حد في كشوف الرقم القومي باسم فاضل ابو الروس، في فاضل لوحده وابو الروس لوحده، لكن الاثنين مع بعض مش موجودين. طب الكوبايه اللي عليها بصمات وصلت لك ولا لا؟ وصلتني يا باشا، وبعتها للعقيد طارق نعيم، واول ما يديني رد هبلغ سعادتك. ارجوك يا عمرو، اول ما توصل لاي نتيجه اتصل بيا بسرعه. ازاي النهله والعيال؟ طيب مع السلامه. يا ابني الحكايه واضحه زي الشمس، مفيش غير صاحبك المجنون هو اللي عمل كده. انا معاك اسامه مجنون اه، بس طيب بجد؟ يعني ايه طيب؟ مش فاهم. هما الطيبين دول لما يعوزوا يقتلوا مش هيقتلوا؟ يا ابني يا حبيبي ده بني ادم عمره ما يفكر ياذي حد. شفت انت قلت ايه؟ عمره ما يفكر ياذي حد. اللي زي دول بقى بيأذوا من غير ما يفكروا. ولا انت ما شفتوش هو ماشي يلطش في خلق الله من غير سبب؟ لا شفته وعارفه ومجربه، بس عمره ما يفكر في حاجه زي دي. التلطيش حاجه والقتل حاجه تانيه خالص. لا طبعا اللي زي دول يا حبيبي لما يلاقوا السكة مفتوحة قدامهم التلطيش بيقلب قتل. عمره ما يعمل حاجة زي دي. لا 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 لا. طب قول لي أنت مين ممكن يفكر يقتل الدكتور عمر؟ طب وليه يكون قتل؟ ليه ما يكونش حادثة عادية؟ حادثة؟ حبيب قلبي هو عيل صغير يا عم هيمشي عند البحر ويغرق من غير ما ياخد باله. الموضوع زي ما حكيتهولك كده بالظبط يا كابتن أسامة، ويا ريت بقى تساعدني عشان أقفل المحضر. ساعدني إزاي يعني؟ مش فاهم. هو انت حقق معايا؟ يا كابتن اسامه مفيش داعي للعصبيه، انا هنا عشان اساعدك. الاداره بتاعتنا دي اداره خاصه، ما احناش تبع الداخليه، احنا تبع اتحاد ملاك المارينا، وهي اللي مسؤوله عن الامن هنا، والمحضر ده احنا هنقفله ونسلمه لمباحث الغردقه، وهم اللي هيحققوه، بس انا عايز اساعدك. نعم؟ تساعدني؟ ليه يعني؟
لو انا كنت عملت حاجه يا كابتن اسامه. في ناس شافوك بتتهجم على الدكتور عمر اكتر من مره، وفي اكتر من بلاغ متقدم ضدك بالتعدي والضرب. عشان كده لو اديتني بيانات عن خط سيرك امبارح، كنت فين، رحت لمين، مين شافك، ده هيفيدك صدقني. ادخل. في ضيف بس على حضرتك يا فندم. طب خليه استراح في مكتبي لغايه ما اجيله. قلت ايه يا كابتن اسامه؟ قلت لما تبقى تيجي النيابه ولا المباحث ابقى ابعت لي عشان تيجي تحقق معايا. سبق وقلت لك ان الاداره هنا هي اللي مسؤوله عن الامن، ومن حقنا نحتجز اي حد لو حسينا انه خطر على الامن لغايه ما نسلمه للمديريه. خلينا نمشيها ودي احسن. عموما هستاذنك خمسه وراجع لك. اهلا فاضل بيه. اهلا يا باشا. اتفضل استريح. اهلا اهلا. ساعتك تشرب ايه؟ لا ولا اي حاجه. ليه بس يا باشا؟ لا لا ولا اي حاجه، خلينا بس نشوف المصيبه اللي حصلت دي. واي مصيبه سعادتك؟ اللي هو علي بيقول لي ان مفيش امل المباحث يعملوا اي حاجه دلوقتي. سعادتك عارف اوضاع الداخليه شكلها ايه اليومين دول؟ ما بيتحركوش خالص. احنا بلغناهم فورا وبالكتير هيبعتوا حد يعمل محضر وياخد التحريات اللي احنا عملناها وينسوا الموضوع دلوقتي. طب وايه موضوع كابتن اسامه؟ انت محتاج زول ايه؟ ده المشتبه فيه الرئيس يا فاضل بيه، ولا انت ايه رايك؟ والله انا معاك ان عليه شبهات، بس برضه مفيش حاجه تاكد لنا ان هو اللي عمل كده. شوف يا باشا، انا مش من حق احتجز اي شخص الا لغايه ما يبعتوا لي حد من المديريه ياخده وهم يتصرفوا معاه. ولو انا سلمتهم المحضر اللي عندي ومعاه الشبهات اللي على الكابتن اسامه والبلاغات المقدمه ضده، هياخدوا اسامه ويرموه عندهم وينسوه زي ما هينسوا الموضوع لغايه ما الثوره تخلص ويرجعوا يشتغلوا. بس انا مش عايز اعمل كده الا لو اضطريت. يا سيدي واحنا مش عايزينك تضطر تعمل كده. تعال بقى نشوف سوا ايه اللي ممكن يتعمل عشان سيادتك ما تضطرش. اللي انا عايز اعمله ان اسلمهم المحضر من غير ما اجيب سيره اسامه، وهكمل انا التحريات بتاعتي هنا، ولو وصلت لحاجه هبقى ابلغهم، وده معناه ان الكابتن اسامه هيروح من هنا عادي ومن غير اي مشاكل، بس بشرط. بشرط. اولا لازم يقول لي بالتفصيل خط سيره امبارح بالكامل عشان اتحرى عنه. وهو مش عايز يقول حاجة. لا دي محلولة. ثانياً ما يمشيش من هنا قبل ما نخلص التحقيق، وهيبقى على مسؤوليتك أنت يا فاضل بيه، عشان لما عاوز أحقق معاه ألاقيه ويوافق إن أحقق معاه. خلاص يا مصطفى بيه، أنا ضامن لك ده. عظيم جداً. اتفضل بقى سعادتك عشان تتكلم معاه. اتفضل. مش عارف انا ايه المصايب اللي عماله تنزل على دماغي دي من غير مناسبه دي، مش فاهم. متاكد انها من غير مناسبه؟ قصدك ايه يعني؟ يا عم بالراحه علينا. هو انت مش واخد بالك ان جريمه قتل زي دي لما يروح ضحيتها واحد زي عمر الديواني ما ينفعش تتعدى بالسهل؟ طب وانا مالي اصلا؟ يا سيدي مالكش. ممكن دلوقتي تهدى علشان نعرف نتفاهم وما تجيبش لنفسك مشاكل زياده؟ ممكن؟ دلوقتي الراجل اللي بره ده مش عايز منك اي حاجه غير انك تحكي له خط سيرك امبارح من ساعه ما صحيت من النوم لحد ما نمت بالليل، وبعد كده هيسيبك تمشي. ما هو انت مفكر انا مخبي انا كنت فين امبارح؟ انا ممكن اقول لك انت انا كنت فين من الصبح لحد ما تهببت نمت، لكن هو لا، ملوش حق انه يسالني ولا يحقق معايا ولا يتهمني اصلا. احنا بقى لو دخلنا دلوقتي في مين اللي له ومين اللي ملوش هتتربى فوق دماغك، وده كله بسبب عنفك الغبي اللي كل الناس عارفاه. وخصوصا بقى يا حلو انهم شافوك وانت بتتهجم على الراجل قبل كده. يعني هو انا عشان اتغصت مره وزقيت واحد وقع او مات بس قضيه قتل؟ مش افترى ده؟ مش اسمه افترى؟ انت هتعيط ولا ايه؟ الراجل اللي عيط وهو في ازمه ما يلزموش الا كف عشان يعدله. قرارك ايه؟ ما تنشف. يا ربي بس انا عملت ايه؟ يا جدع انت خلي عندك شويه ثقه فيا. التحريات اللي هتتعمل دي لمصلحتك عشان بعد كده نسكت اي حد يقول ان ليك اي دعوه باللي حصل ده. انت عايز نعمل ايه دلوقتي؟ ولا اي حاجه. هتحكي للراجل خط سيرك امبارح من ساعه ما صحيت من النوم لحد ما اتخمدت بالليل، فيها حاجه دي؟ ماشي، اندهله بقى.
اندقل عشان احكي له. خلينا نخلص. عرفت طبعا. ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه دخل الموضوع ده بالحكايه اللي كنت بتحكيها لي؟ لا انا مش شايفه لها اي علاقه. لا مش قادره اخرج دلوقتي. تعال انت لو عايز. اوكي ماشي خلاص انا هستناك. طيب يلا باي باي. بعد إذنك صديقي. أوكي. دكتور المستشفى قال لي إن هم يخلصوا التشريح فورا ويطلعوا لي تصريح الدفع. تحب حضرتك أحجز في الطيارة اللي طالعة الفجر؟ فجرية. اتصل بالمطار واحجز طيارة خاصة. هنسافر فيها كلنا مع النعش. حاضر يا كلمت بقية العيلة؟ أنا بلغت طنط صفاء وسالم بيه، هم قالوا لي إن هم يكلموا بقية الناس ويرتبوا هم للعزاء. طيب. اتصل بفايقة هانم علشان تفتح المقبرة، عشان أول ما نوصل ندفنه على طول. طب مش أحسن حضرتك يعني كنا نستنى لحد بكرة الصبح، على الأقل نعمل له جنازة لإيبيه يعني. جنازة إيه يا ابني؟ البلد والحالة اللي هي فيها محدش هيجي لك جنازات. إكرام الميت دفنه. اتفضل اتصل بالمطار واحجز. حاضر على ذلك. اتفضل. أنت هتسافر النهاردة يا شاهير؟ ايوه نسافر على طول علشان ندفنه ونعمل العزاء وهرجع على طول. ممكن تخليك انت هنا ما تمشيش. لا انا عايز انزل معاك. خلاص لو عايزه تيجي اجهزي احنا هنسافر في خلال ساعتين ثلاثه. طيب اوكي. نبيل بيه عايز حضرتك. خليه يستناني في المكتب. تحت امرك. طب انا هسلم على الجماعه وهشوف نبيل في المكتب. البقاء لله. شد حيلك يا حبيبتي. الو يا نبيل. اه ريم ازيك؟ الحمد لله. اتفضل اقعد. قول لي بقى عايز تقول ايه؟ قلت لك الراجل ده من عصابات المافيا وانت ما صدقتنيش. انا مش فاهمه اللي انت بتقوله. هو عشان في راجل غرق وما تبقى الحكايه وراها عصابات ومافيا؟ الراجل ما غرقش كده، الراجل اتقتل. وبعدين ده وزير سابق، مش اي كلام. خلاص بقى يا نبيل، انا متلخبطه بجد. أنا مش حاسة إنه فاضل ودهوة بموت الراجل ده، أنا مش متأكدة أصلاً إذا كان فاضل هو نفس الراجل اللي في الصورة اللي أنت وريتها لي. اتأكدي أنت بقى إن شاء الله، لما يخلص علينا كلنا؟ أنت هتفضل كده موترني طول الوقت أكتر من أنا متوترة؟ أنا هسافر يومين مع الشهير مصر، وهرجع لما يخلص العزاء، وهقابل أسماء هناك وأتأكد منها. أنا كمان هسافر في طيارة الفجر، شوفي بقى عايزة تعمليه قولي لي، لو عايزانا نشتغل مسلسل السنة دي لازم نبتدي بسرعة، أحسن كده مفيش وقت. ماشي. يعني ايه بقى؟ يعني ايه؟ انا هفضل محبوس هنا ومعرفش اتحرك خالص؟ يا سبحان الله يا ابني، انت مش قلت لي قبل كده انك مش هتقدر تمشي من هنا طالما بنتك وشروات قاعدين؟ ايوه بس انا لا بس ايه؟ بص بقى، لما اقول لك انا ضمانتك انك قاعد هنا وما انتش ماشي، ويكون في علمك بقى لو فكرت بس انك تهرب هتثبت على نفسك تهمه القتل وهيجيبوك. حط عقلك في راسك وما تجيبش لنفسك مصيبه. طب افرض حب يسدد خانه ويأمن نفسه وقام حاجزني وقال ان انا اللي قتلت. يا سيدي ملوش اي مصلحه في كده، ده مش المباحث، عنده خانات وعايز يسددها والسلام. هو بس عايز يضمن ان لو طلع دليل ضدك هيعرف يجيبك ويسلمك، وطالما حضرتك ما قتلتش حد يبقى مش هيلاقوا دليل ضدك. انا لازم اسيبك دلوقتي علشان هجيب حد من المطار. نصيحتي بقى انك تقعد تراكلس كده وتتفرج على التلفزيون، خف التوتر اللي انت فيه شوية. ماشي يلا سلام.
الو. الحمد لله. انت اكيد عرفت اللي حصل. الدنيا متربكة عندي من الصبح. انا هسافر يومين مصر مع شهير وارجع لما يخلص العزاء. انا اصلا رايح المطار دلوقتي. انتوا مسافرين امتى؟ طيب لو ما قابلتكيش هناك يبقى كلميني اول ما توصلي. اوكي. معلش انا ما عرفتش اكلمك عشان كنت ملخومه من الصبح. اول ما صحيت رحت لنبيل. ما انت شفت ازاي بيزن عليا من امبارح عايز يقابلني. ايه عايز ايه؟ مفيش، شويه حواديت فارغه عن الشغل. طب امال ليه التوتر يعني؟ هو كده بيتوتر على الفاضي والمليان. هو فعلا شكله بيرتبك بسرعه. هو قاعد ولا ماشي؟ طيب على المهم ما تبقيش تاخري عليا بس. يلا سلام. بس انا برضو مش فاهم انت عايز تحقق مع شروت في ايه؟ يا كريم بيه حضرتك فاهمني غلط. انا مش عايز احقق مع مدام شروت في حاجه، انا عايز استفهم منها عن بعض الامور اللي تخص المرحوم لانها كانت شغاله معاه. وايه علاقه ان هي كانت شغاله معاه ان هو اتقتل؟ يا هاني مفيش علاقه ولا حاجه، ده مجرد استفهام. عموما خلاص مفيش مشكله، انا اذنكم. استنى يا مصطفى بيه، عايز يسالني عن شويه حاجات. فيها ايه؟ أنا آسف على الارتباك، ده مجرد سوء تفاهم مش أكتر. لا أبدا مفيش حاجة. اتفضل معايا جوه بس نتكلم براحتك. اتفضلي يا حضرتك. اتفضل. آسف على الإزعاج يا هاني. لا أبدا مفيش حاجة. ممكن أعرف منك ملابسات الخناقة اللي حصلت يوم حفلة شهير بيه ما بين الكابتن أسامة والدكتور عمر؟ أنا وأسامة منفصلين من 3 سنين، بس أسامة مش قادر يستوعب ده. هو أجريسيف شوية؟ أجريسيف كتير. سهل قوي إن هو يتعصب ويتوتر، سهل جدا إن هو يضرب أي حد. يعني هو لسه بيغير عليكي؟ ما يقدرش يستحمل إن أي راجل تاني يقرب منك؟ تقدر تقول كده. أما بقى بالنسبة لعلاقتك بالدكتور عمر، إحنا نعرف بعض من سنين وبنشتغل مع بعض، نعرف بعض كويس قوي. يعني وكان في ما بيننا شويه مشاعر، بس أسامة ما كانش برضه مستعد ان هو يتقبل ده. بس على فكره هو مش بس اتخانقوا يوم حفله شهير بيه، انا والدكتور عمر اتقابلنا اول امبارح. أسامة لما شافنا اتعصب جدا وتصرف بمنتهى الوقاحه وقله الادب. اضطريت ان انا اطلب من الويترز يطردوه. تفتكري ممكن يكون أسامة هو اللي قتل الدكتور عمر؟